الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه يوم الدين. ثم أما بعد، يتساءل الناس عن حرارة الابتلاء وعن شدة الألم الناتج عنه. لماذا خلق الله الابتلاء؟ ولماذا يبتلى هذا بالمرض وهذا بالفقر وهذا بالعطاء وهذا بالمنع؟ لماذا لم يخلق الناس دون حساب ودون عذاب ودون مناقشة ودون سؤال؟ لماذا الحياة فيها تقلبات؟ لماذا الإنسان لا يأمن على صحته ولا على ولده ولا على ماله ولا على نفسه؟ ولكن الدنيا متغيرة، إذا أحسنت يوما أساء الضحى غدا. لماذا هذا التغير؟ ولماذا هذه الشدة؟ أحد يمرض مرض شديد، واحد يعافينا الله يكون يجيله كانسر وهو ماشي بصحته تماما، فجأة يلقى نفسه في موضوع تاني. واحد عنده مشكلة في الكبد، واحد عنده مشكلة في أولاده، واحد مشكلة في زوجته، واحد مشكلة. إيه المشاكل اللي بتخلص دي؟ ليه كل ده؟ ليه كل الصعب ده والابتلاء ده والشدة دي؟ ما كنا نتخلق حلوين كده زي الفل، مفيش الكلام ده والامتحان ولا حاجة. ولا هو الابتلاء ده حاجة لازمة؟ يعني ما ينفعش نعيش من غير ابتلاء؟ في قانون الابتلاء في القرآن؟ قانون وضع قواعد، القرآن وضع قواعد الابتلاء ولا ما وضعش؟ ولا المواضيع ماشية بظروفها؟ ولا كل واحد وحظه ونصيبه؟ ايه الحكاية؟ يا ريت نعرف الإجابة. القرآن وضع قانونا واضح المعالم، ولكننا نغفل أو نتغافل، لا نريد أن نرى. يقول سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فوأتى الدنيا أصلا لاختبار الامتحان. ما ربنا خلق ناس، خلق مخلوقات لا تفعل إلا الخير، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ومخلوقات لا تفعل إلا الشر، شياطين، ومخلوقات خيرت بين أن تختار الخير وأن تختار الشر، والإنسان ولذلك بيختبر في هذا الاختيار وهذه الحرية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة هنا المسؤولية، الأمانة هنا الحرية، الحرية في مقابلها الامتحان. إذن هذا الاختبار زي أي واحد يريد أن يفوز بدرجة عالية أو بمكانة عالية ولكن دون أن يمتحن، يقول لك أنا أروح لجنة الاختبار بس ما حد، مش عايز حد يسألني، مش عايز أسئلة، مش عايز نقاشات، عايز يفوز كده بدون أي نوع من الامتحانات. وده يبقى عبث، وده ما يبقاش عدل، وده يبقى عين الظلم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون الابتلاء، ابتلاء كل واحد لازم يعدي عليه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اللي معاه مبتلى فيما معه، واللي ما معهوش مبتلى في انه معهوش، وكل واحد مبتلى فيما معه. ما في بشر، ما في انسان على وجه الارض ليس مختبرا في شيء. ما يوجد واحد في لجنه الاختبار قاعد فارغ، اما ان يبتلى في وقته، يبتلى في ماله، يبتلى في صحته، يبتلى بالعطاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنه، ومش معنى انه يعطيك انه يرضى عنك، ومش معنى انه يمنعك انه غضبان عليك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هذا ميزان ليس صحيحا. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أهم حاجة أنت تفهم، كل واحد في الكون لازم يمر على 5 اختبارات أساسية. الاختبار الأول اختبار إيمان. ما ينفع واحد يقول أنا مؤمن من غير ما يمتحن هو صادق في الإيمان ده ولا لا. الكلام ده مش من عندي، ده كلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش قلت لك لازم تختبر في الإيمان؟ علشان تنجح وبأزمك مؤمن لازم تخش اختبار إيمان. بل اختبار إيمان ده سنة ثابتة لا تتغير. اسمع الآية دي وكأنك بتسمعها لأول مرة. يقول تعالى: ما كان الله
ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى اختبار الإيمان البشرية كلها لازم تدخله. اختبار الثاني اختبار الجهاد. احنا فاكرين الجهاد ده يعني عمل من أعمال الطاعات والعبادات، عايز تعمله تعمله، ما تعملوش ما تعملش وخلاص. اسمع الآية دي وفكر فيها كده كويس. وربنا بيقول لنا أنتوا فاكرين إن كنتوا هتدخلوا الجنة وأنتوا ما أثبتوش إنكم مجاهدين ولا لأ وصابرين ولا لأ؟ يعني الجهاد ده هو باب الجنة، باب الجنة الرئيسي، مسار الجنة مش هتروح لها إلا من الطريق ده. اسمع الآية دي كده فكر فيها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ما قالش تنتصروا، ده بيتكلم المسلمين كلهم، وانت وانت وانتو وكل الناس وانا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هو انتوا فاكرين هتدخلوا الجنة من غير ما تعدوا على اختبار الجهاد؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمن وليجا أولياء؟ إذن اختبار الجهاد لابد بشرية كلها تتعرض عليه، ما في جنة أبدا قبل ما تتعرض عليه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اختبار الإيمان واختبار الجهاد. لا، ده في اختبار في الجهاد اسمه الزلزلة. ايه الزلزلة؟ ايه الزلزلة دي؟ ايه زلزلة الأرض زلزلة؟ لا مش هي دي. اسمع الآية كده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يأتكم مثل يعني يمر عليكم مثل ما مر عليهم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إيه اللي حصل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أنتوا فاكرين إن كنتوا هتدخلوا الجنة ومش هيمر عليكم نفس الاختبار اللي مر على الناس اللي قبليكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لكن شوف في الزلزلة تاني، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اختبار الزلزال زلزلة، اختبار أصيل، واختبار الإيمان واختبار الجهاد واختبار الزلزلة. ثم اختبار العدو، يأتيكم العدو وتقف أمام العدو. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اختبار أنه يثبت أمام العدو حينما يلاقيه، فإذا لقيتم الذين كفروا فزحفا فلا تولوهم الأدبار. ثم الاختبار الأخير في أنواع من العبادات والطاعات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه هي الدنيا، اللي عايز دنيا بدون بلاء يبقى يدور على دنيا غير دي، اللي عايز الدنيا فيها كلها ما فيهاش اختبارات يبقى فاهم غلط. إذن يجب علينا أن نعي أننا في اختبار ولسنا في فسحة، والهناء ليس هنا، والساعة الذهبية أو اليوم الذهبي ليس هنا، واللحظة الذهبية اللي ما فيهاش مشاكل واختبارات ليست هنا، هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الناس اللي فيهم القانون ده لما جه البلاء ما قالوش انت جيت ليه يا بلاء، ما جيش ليه امتحان، جيت ليه يا صبر، لا ما قالوش كده. لما جالهم ثبتوا، ولما رأى المنحزب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن ثبتوا، ثبت إيمانهم. وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين. ثم لما صبروا أيضا ثبتهم الله سبحانه وتعالى وجعل من جزائهم الجنة، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بغير حساب.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، جزاهم الجنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الصبر اللي انت صبره ده على البلاء، والصبر اللي انت صبره ده ولا حاجة في نعيم الله وفي رضوان الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وساعتها لما يرى أهل العافية ما فيه أهل البلاء من النعم يوم القيامة، يتمنون لو أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض في الدنيا لعظم ما رأوا من ثواب الله تعالى لأهل البلاء والصبر. نعم، الذين صبروا على الابتلاء واحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى رزقهم الله الجنة، ورزقهم الله تعالى سلامة الإيمان، ورزقهم الله تعالى التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الذين صبروا على الابتلاء يرزقون رد كيد الأعداء، ربنا سبحانه وتعالى يفشل كيد عدوهم. الكلام ده مش من عندي، ده ربنا قال كده سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. معادلة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط، فاصبر، اصبر واحتسب، وإن تصبروا وتتقوا. إذن الله تعالى يرد كيد أعدائهم، الله تعالى يرزقهم الجنة، الله سبحانه وتعالى يثبتهم، الله تعالى يبرئهم من النفاق ويثبت إيمانهم ويجازيهم بما صبروا. والذين صبروا على الابتلاء هم أهل التمكين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن الصبر على الابتلاء وفهم فلسفة الابتلاء، إن ربنا بينقي الصف وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، تمحيص الانتقاء، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. على العكس تماما، لو رأيت الذين لم يلتزموا بهذه القاعدة ولم يفهموا سنة الله في الابتلاء ولم ينجحوا في الاختبار، لرأيت أنهم قد حازوا الخسارة في الدارين. نعم، الخسارة في الدارين وليست في الدار واحدة. يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خسارة كبيرة جدا، يخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ثم بعد هذا الخسران، الذين لم يصبروا ولم يحتسبوا ولم يثبتوا، عقوبتهم أن الله تعالى يخرج ما في نفوسهم ويخرج ما في قلوبهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ربنا يفضحهم. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين. إذن الله تعالى يخرج ما في قلوبهم، يفضح النفاق، يفضحهم في الدنيا والآخرة. يبقى خسارة الدنيا والآخرة، الخزي في الدنيا والآخرة، ثم الفضيحة في الدنيا والآخرة. الذين لم يثبتوا ولم يفهموا معنى الابتلاء ضلوا، لأنهم لم يعرفوا الطريق، فلم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، ولما أصابتهم مصيبة تركوا عبادة الله تعالى وأخذوا يتطاولون: لماذا فعل الله كذا؟ ولماذا لم يفعل الله كذا؟ وكأنهم يديرون الحياة وكأنهم الآلهة، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الذين لا يصبرون على البلاء ولا يفهمونه ولا يفهمون مغزاه لابد لهم من الهزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم ما كنتوش جاهزين للنصر، أنتم ما كنتوش مستعدين للنصر. ما تتلفتش يمين وشمال، شوف أنت الأول. ولما ما تراجعش نفسك وتراجع خططك
وتراجع مواقفك وتقول لا استنى موقفي سليم، يبقى انت بتزكي نفسك. وكل ما تأخرت المراجعة لنفسك انت بتعطي للعدو مدد، بتطول عمره، بتطول عمره لما ما ترجعش، لما ما تتوبش، لما ما تصلحش، لما ما تغيرش، انت بتديله المدد، لان المشكلة عندك مش عنده. إذن اذا كان الامر بهذه الصورة فنعلم ان الابتلاء وان كان في شكله العام مصيبة كبرى، لكنه عند الله تعالى نعمة، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ينقي الصف، الصف المسلم لا يمكن أن ينتصر وفيه أهل الدنيا وفيه أهل الشهوات وفيه الذين لا يعرفون من الذين في قلوبهم مرض. والصف المسلم لن ينتصر إلا إذا تمت تنقيته. فمن نعم الله أن تأتي الحوادث لتنقي هذا الصف حتى يثبت على الإيمان، حتى يكون أقوى، حتى إذا انتصر ينتصر يرفع راية الإسلام. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. علشان كده ما تزعلش قوي لما يسقط حد قدامك، ما تزعلش، ولكن خاف على نفسك أنك تسقط. في زمن الابتلاءات بتسقط أنظمة وتسقط تيارات وتسقط أسماء وتسقط رموز وتسقط مسميات. لما يسقط ده تبقى عارف ان ربنا له حكمه. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. اللي بيسقط ده زبد، ما كانش ينفع يتصدر في الدين ولا في الدعوه. تحزنش عليه ولا تاهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، وانتم الاعلون بشرط ان كنتم مؤمنين. فلما يسقط احد ويترك دين الله سبحانه وتعالى، أو يذهب يمالئ المعتدين أو يطبع مع المعتدين أو غير ذلك، أو يكون مع الظالمين أو يمالئ الظالمين، دي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما تتلفتش يمين وشمال، فكر في نفسك واسأل الله الثبات، لأنك إذا لم تثبت ستخسر الدنيا والآخرة، ستنال خزي الدنيا والآخرة، ستنال عذاب الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه على حسب دينه. اسمع دي بقى، ولا يزال البلاء ينزل بالرجل حتى يمشي على الأرض وليس عليه شاهد بخطيئة. ده الابتلاء بينسي الحفظ ذنوبك، وينسي الشارع ذنوبك، وينسي الشجر والحجر، وينسي الكون كله. ربنا بيحبك سبحانه وتعالى فبيبيض الصفحات وينقي هذه تلك الصفحات ويرفع الدرجات. وكما يقول أحدهم، من لم يدخل إليه بفيوضات الإحسان ساقه إليه بسلاسل الامتحان. من لم يدخل إليه بفيوضات الإحسان، قالوا رمضان وقالوا القرآن وقالوا قيام الليل وقالوا الطاعات، أثر وما خدش حظه منها. من لم يدخل إليه بفيوضات الإحسان وهو بيحبه ساقه إليه بسلاسل الامتحان. لذلك حينما يشتد المرض على أحد أو يشتد الابتلاء على أحد، هذه يد الله، يد اللطيف سبحانه وتعالى، يد الرحيم سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده. اوعى تقول هو ربنا ابتلى الولد ده ليه، أو البنت دي ليه، أو فلان ليه. الله لطيف بعباده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومن رحمته سبحانه أنه إذا ابتلى أحد ساق اللطف مع البلاء. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الأمر بهذه الطريقة فقاعدة القرآن تقول لابد للبشرية كلها من ابتلاء، ولا نجاح إلا بالصبر. إذا كان هكذا القانون فلابد أن نعي أننا إذا تخلفنا عن تطبيق هذا القانون ولم نفهم هذا القانون فيجب علينا أن نراجع أنفسنا وننظر ماذا لحق بنا من جراء هذا التقصير. المعينات على التحمل
والمعينات على التخلص من هذا البلاء، والمعينات على الخروج من هذا الكبت وهذا الضيق. المعينات كثيرة، لكن نذكر منها الدعاء، أن يدعو الله الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا يتمنن أحدكم البلاء، ما حدش يقول يا رب ابتليني، أو يتمنى الموت، نهى صلى الله عليه وسلم عن تمني البلاء، ولكن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ويقول: اللهم إن كان، اللهم أمتني إن كان الموت خيرا لي، وأحيني ما دمت الحياة خيرا لي. لا يتمنن أحدكم لقاء العدو، ولكن سألوا الله العافية. لا تسأل الابتلاء، ولكن اسأل الله التثبيت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء، الصبر مفتاح النجاح ومفتاح التوفيق، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الاستعانة بالله، الابتلاء صعب وحر ونار ولهيب، الابتلاء صعبة، ولكن واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. استعينوا بالله واصبروا، سيدنا موسى بيقول لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الصبر، الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، احتساب الأجر عند الله. ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا غفرت بها خطاياه. فالاحتساب عند الله تعالى يعين، الصبر يعين، التقوى. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى مفتاح النجاح ومفتاح الفوز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه فرج، ويرزقه تثبيت، ويرزقه رحمة، ويرزقه عطاء، ويرزقه من فضله سبحانه وتعالى الذي لا يعد ولا يحصى. إذن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الصبر، التقوى، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يعين على هذا. النظر في قصص الأنبياء وما كانوا فيه من ابتلاء، فنبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي بفقد أولاده جميعا في حياته. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم، باستثناء السيدة فاطمة، توفيت بعده بستة أشهر صلى الله عليه وسلم. جزء كبير من زوجاته صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم. ابتلي بابتلاءات عظيمة صلى الله عليه وسلم في صحته وفي بيته، وكان يربط الحجرين على بطنه من الجوع، وكانت السيدة عائشة تقول: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله نارا، ما بيطبخوش شهرين. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله على الإطلاق يبتلى في صحته وفي ماله وفي أولاده وفي أهله، ويعتدي عليه المجرمون المشركون، ومع ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم ويعلمنا الصبر. النظر في تاريخ الأنبياء يفتح لنا أبواب الخيرات، ويفتح لنا أبواب الصبر، ويعلمنا كيف نصبر. كيف صبر أيوب عليه السلام، وكيف صبر إبراهيم عليه السلام. ولذلك فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. يا إخواني، سوق البلاء سينتهي، سينتهي غدا أو بعد غد. العبرة مش إن السوق يخلص، العبرة أنت طلعت بإيه من السوق، إيه اللي معاك في الحقيبة بتاعتك، إيه اللي خدته. لو خلص السوق وإنت ما معاكش حاجة يبقى أنت خسرت، يبقى أنت خسرت. سوق البلاء سوق الثواب، سوق الرجاء، سوق العطاء، سوق المغفرة. فأل الله من نفسك خيرا فيه، ولما ينتهي السوق يبقى معاك الأجر، أجر الصبر وأجر الثبات وأجر الطاعة لله سبحانه وتعالى، وأجر الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف، اسمع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من الله تعالى ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فلما نحتسب ذلك عند الله
ونستشعر هذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى، نعرف أن الابتلاءات لا تذهب عبثا ولا تأتي بعشوائية، ولكن لله حكمة، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع سبحانه. وما دمت في هذه الدنيا فأنت في دار اختبار. وصيتي إليك لا تلتفت يمنة ولا يسرى، لا تلتفت لابتلاءات الآخرين، ولكن ركز في الورقة التي معك، في الاختبار الذي أنت فيه، في الامتحان الذي أنت فيه، في السؤال الموجه لك، ليرضى الله عنك، لتنجح في الاختبار ويكون أسعد يوم، يوم الموت، كما كان أسعد يوم لسيدنا بلال حينما جاءته المنية فصرخت ابنته وحزنه على أبي، قال لا حزن على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الذهبي الذي لا مشكلة فيه وهم لا يمكن إدراكه في الدنيا، فالله خلق الإنسان في كبد، لا تجزع من جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلى باطنك؟ قد يكون الابتلاء بالعطاء أشد قسوة من الابتلاء بالمنع، فلا تأمن مكر الله تعالى. لا تظن أن أحدا في الدنيا خارج لجنة الاختبار، فلكل واحد اختبار يليق بالمقام الذي أعده الله له. من أراد عبور الدنيا بلا اختبار كمن أراد الحصول على أعلى الشهادات بلا امتحان. كل كلمة تتلفظ بها آمرا أو ناهيا أو مذكرا، تيقن أنك ستختبر فيها، فلا تغتر ببلاغة تعبيرك، ولكن اهتم باجتياز اختبارك. من تيقن أن اليد التي تسوق الابتلاء يد اللطيف سبحانه، عظم عنده الرجاء وهانت عليه حرارة المحن. سيتمنى أهل العافية يوم القيامة أن لو كانت أجسادهم قد قرضت بالمقاريض في الدنيا من عظم ما رأوا من إنعام الله على أهل البلاء. لا ينبغي للعبد أن يتجلد أمام ربه عند الشدائد، إنما عليه أن يستكين له ويتضرع بآيات ذله ووافر ضعفه وفقره وحاجته. قال ابن الجوزي: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف.